الرئيس السيسي يستقبل اليوم رئيس جمهورية تتارستان الروسية. الرئيس اليمني يؤكد أن عراقيل إفشال المبادرة الخليجية تخدم أجندات إيران بالمنطقة. وزير الخارجية العراقي يصل إلى سوريا لبحث الأوضاع الأمنية بالمنطقة. الحادية عشر صباحا، التاسعة بتوقيت جرينتش، موجز لأهم وآخر الأنباء يأتيكم من القاهرة. أهلا بكم. يستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم رئيس جمهورية تتارستان الروسية. وقال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي إن الجانبين سيناقشان تعزيز التعاون المشترك ودعم العلاقات الثنائية ولا سيما الصناعية والتجارية بين الجانبين. شاركت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي الدكتورة سحر نصر في اجتماع المجموعة العربية بالبنك الدولي، وذلك على هامش الاجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي في مدينة بالي الاندونيسية. وأكدت الوزيرة أهمية زيادة دعم البنك للقطاع الخاص وتشجيع الابتكار في المنطقة العربية، داعية مؤسسة التمويل الدولية إلى ضخ المزيد من استثمار القطاع الخاص ودعم التكنولوجيا الحديثة والمبتكرة. وأشارت سحر نصر إلى أن الرئيس السيسي يضع أولوية للاستثمار في العنصر البشري. من جانبه أشاد رئيس مجموعة البنك الدولي جيم كيم بالجهود المصرية في مجال ريادة الأعمال ودعم الشركات الناشئة، مشيرا إلى أن مصر تعد من الدول الرائدة في هذا المجال. أكد الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي أن مخرجات الحوار الوطني الشامل هي المخرج الوحيد لمستقبل وأمن ونضالات الشعب اليمني. وأكد في كلمته بمناسبة الذكرى 55 لثورة 14 من أكتوبر أن العراقيل التي وضعت أمام إتمام الحوار الوطني وإفشال المبادرة الخليجية لصالح أجندات إيرانية في المنطقة. وصل وزير الخارجية العراقي إبراهيم الجعفري إلى سوريا في زيارة رسمية تستمر لمدة يومين. وقالت الخارجية العراقية في بيان لها إن الجعفري سيلتقي الرئيس السوري بشار الأسد وعددا من كبار المسؤولين السوريين لبحث تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وبحث الأوضاع الأمنية، بالإضافة إلى مناقشة عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك. لقي 15 شخصا بينهم أطفال مصرعهم في حادث تحطم شاحنة تقل مهاجرين في إقليم إزمير غربي تركيا. وقالت وكالة أنباء الأناضول إنه تم إرسال سيارات إسعاف لمكان الحادثة، مشيرة إلى أنه وقع إثر انحراف الشاحنة عن الطريق وهي في طريقها من أيدن إلى إزمير. هذا ولم ترد معلومات عن هوية المهاجرين. لمزيد من الأخبار تابعوا موقعنا الإخباري extranews.tv. دمتم في أمان الله، سالمين.